بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لا مجال للصغائر ولا مكان للغربان، فنسر الأهلي يحلق بالبهجة ويعلو بالمكان. إبراهيم، الله عليك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. لما كانت الحلقة رقم 682 كان الأهلي فرحة عابرة للحدود. الأهلي فرحة عابرة للحدود، وأعتقد كلكم عشتوها وكلكم لمستوها وكلكم عرفتوا يعني إيه ده نادي مصدر للسعادة، يعني إيه ده نادي منتج للبهجة والفرحة لعموم جماهيره في أرجاء الكرة الأرضية. لأنك أنت هتلاقي ناس مصريين وعرب عايشين في مختلف دول العالم متفاعلين مع هذه اللحظة وهذه الفرحة. هنلاقيها حتى في الدول العربية من المحيط للخليج فرحة كبيرة جدا لجماهير الأهلي، مش بس بالتتويج بالسوبر لأنه ما أكثر البطولات التي أحرزها الأهلي، لكن المعاني الكثيرة اللي ورا الكاس. يا أخي والله كل يوم يقدم الأهلي نموذجا يعني بيلف الكرة الأرضية في ثواني. يعني بجد ما يقدمه النادي الأهلي للرياضة بمعانيها السامية، ويقدمه من يعني دروس في كل شيء. ليست المسألة بالنسبة للنادي الأهلي فوز ببطولة، وعندنا مجال بإذن الله. يعني أعتقد أن أنت لابد وأن تكون قضيتك النهاردة طريقة تسلم الجائزة. صحيح، لان دي دروس السوبر كتير. مش دي مش مساله دروس، دي بتقول للناس يا جماعه شوفوا الاهلي ده دماغه فين وعلاقاته ايه وهو بيفكر ازاي. محدش هيخطر في باله ولذلك انا يعني استوحيت المدخل بتاع الحلقه من حاجه على الفيسبوك شفتها. ايوه، ها النسر واقف على ظهره غراب، على ظهره وهو طاير ومش شايفه. لا، مش شايفه. الغراب بينقر فيه. النسر لا يلتفت اليه، ولكن يفضل يطلع 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 لما الغراب ضغط الهواء يقتله. الله، ولا يلتفت اليه. انت بتنقر في ايه يا ابني انت؟ خلص ده انا النسر. فما فيش مجال يا اما دقت عروس غربان بقى. خلي الغربان تنقر والنسر يطلع بيها. خلص عليه. طيب، يعني هنطمنكم الاول طبعا على الفرقه قبل ما ندخل في مضمون الحلقه. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مثل للنادي الاهلي في اجتماع اتحاد الكوره. اللجنه الثلاثيه في الاتحاد برئاسه المهندس احمد مجاهد استضافت مندوب الانديه كلهم. تعالوا قولوا رايكم. كابتن سيد مدير الكوره كان ممثل للنادي الاهلي، عرض وجهه نظر النادي الاهلي. والحقيقه حتى اللي صدر عن الاتحاد الكوره نفسه في بيانه بيقدر ما طرحه الكابتن سيد عبد الحفيظ من استعداد النادي الاهلي للتعاون باي شكل من الاشكال من اجل ان يكتمل الموسم وتنتهي المسابقه على خير ان شاء الله. بس انت العلقه خدتها خلاص. يعني انت فاضل لك ماتشين بتوع الترجي لو قدر الله باذن الله وتجاوزتهم، انت بتلعب بقى الفاينل وخلاص. ايوه، فما الصعب فات يعني. واعتقد ان كل الانديه الان تضج بالشكوى من تلاحم المباريات والارهاق والضغط المتتالي، ناهيك عن الاخطاء اللي بتحدث بلا سبب او بسبب. يعني ما احنا كل مره بنقول السبب. التحكيم بيعمل حاجات رائعة جدا السنة دي، لدرجة ان الناس من كتر ما اتجملت او بعضهم يعني بمجرد ما تيجي تحاسبه بمعيار العدالة يشعر بالظلم. انت دلعته كتير. أيوه. ما حسبتوش. أيوه. فلما يجي يرتكب الخطأ. أيوه. يكتشف انه ممكن يحاسب، يعتبر ان ده اخلال بمبدأ الظلم. اللي خلاص اصبح واقع، اللي اصبح هو القاعده بالنسبه له. ها؟
طيب بعد الانتهاء من مباراة السوبر البعثة عادت للقاهرة بسلامة الله. بيتسو موسيماني منح اللعيبة طبعا راحة لالتقاط الأنفاس بعد علقة كبيرة جدا شايفينها رايح جاي ما بين سان داونز في جنوب القارة إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر، ثم الاستعداد إن شاء الله لمباراة الترجي وبينها مباريات الدوري والكاس بكل اللي انتوا تابعتوه الفترة اللي فاتت. كانت فرصة لالتقاط الأنفاس، وكابتن خطيب توجه في زيارة قصيرة إلى الإمارات. زار كابتن خطيب النهاردة مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كان في استقباله سعادة الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الإمارات في مقر الاتحاد، وحضرها عبد الله بن سعيد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وعبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي. وجه رئيس الاتحاد الإماراتي التهنئة للكابتن محمود الخطيب بعد فوز الأهلي المستحق بكأس السوبر الأفريقي، ودار حوار ودي للغاية عن العلاقات الطيبة بين الأهلي والكرة الإماراتية عامة، خاصة أنه كان الأهلي لسه كابتن الخطيب متلقي تهنئة الشيخ منع بن خليفة بن سعيد المكتوم. والشيخ منع يعني حد أهلاوي جدا مهتم جدا، وكابتن الخطيب عبر عن شكره الجزيل لتهنئة الشيخ منع. مؤكد علاقات قديمة وعلاقات تاريخية وعلاقات يعني بتؤكد هذا الشعور والحميمية. لكن النادي الأهلي ما هو بيشرفك، أيوه يعني هو أحد، هو سفير أيوه للمعنى الرياضي الحقيقي، أيوه فأينما حل لابد أن يكون موضع ترحيب، مش ترحيب عاطفي مبني من تشجيع أو مبني من انتماء، لا ده ترحيب بـ 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 بالقيمة، وأنه بيصدر الصورة اللي كل مرة بتبقى ملهمة لحاجات كتير جدا. بيتحرك إزاي، بيكسب إزاي، بيخسر إزاي، ضيف خفيف أينما حل، لا رغي ولا شكاوي ولا مهما حصل. هو يعني الحقيقة النادي الأهلي ممكن طبعا ناس تقول لك ما انتوا أهلاوية بتقولوا كده، بس احنا أهلاوية عشان كده، ايوه مش أهلاوية بنقول كده بالظبط. طيب قلت لكم الاجتماع في اتحاد الكرة فانتهى الى انه المهندس احمد مجاهد قال لك الدوري هيكتمل، ممكن نأمل ان احنا ننهيه في نهاية اغسطس، لكن ربنا سهل ونوصل للمعدة. ده متوقف على نتائج كتيرة في الفترة، النتائج طبعا خاصة عندنا مشاركة للأهلي في دوري الأبطال أفريقيا، مشاركة لبيراميدز في الكونفدرالية، عندنا كمان المنتخب هيكون راح كأس الأمم الأفريقية، في أكتر من مناسبة هتتدخل في مبارياتها وارتباطاتها وأجندتها مع الفترة اللي جاية، بالإضافة للمنتخب الأولمبي ومشاركته في طوكيو. كل هذه الأحداث هتتدخل، الاتحاد بيأمل أنه الظروف تسمح ان المسابقه تنتهي في نهايه اغسطس ان شاء الله. اكد كمان الكابتن احمد مجاهد انه خلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المواعيد المقترحه لاستكمال الدوري، الانديه ابدت استعدادها للمساعده في مساعي الاتحاد في انهاء المسابقه. الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه دعا الى ضروره تسجيل جميع اللاعبين والاجهزه الفنيه للحصول على لقاح كورونا يا باشمهندس، وقال انه ده هيبقى شرط اساسي في الفتره اللي جايه. خلاص دي تحكم كل حاجه بقى. بس يا رب مره النظام يتطبق. مفيش استثناءات بقى. في يعني السياق نفسه تقرر تاجيل مباراه الاهلي وانبي اللي المفروض كانت تتلعب يوم 4 يونيو، اتاجلت علشان الفتره دي، حتى وان كان الاتحاد لم يعلن، لكن يا جماعه ما احنا قلنا الاسبوع اللي فات لما عرضنا لحضراتكم الاستدعاءات اللي جايه للنادي الاهلي للاعيبه الدوليين المحترفين عنده من دول مختلفه، الاجنده الدوليه في خلالها يعني بيقول لك محدش هيلعب ماتشات، ده مش قرار فيه نوع من التفضل او المجامله عشان الناس تقعد تلك وتعين فيه. اجلته للاهلي ليه؟ لا هو الاهلي في الفتره دي ما كانش ينفع يلعب، لا هو ولا غيره. هو انا لما بقول انا مرهق بصدر على حقك انك انت تقول انا مرهق؟ لا انا مالي ومالك، ما تقول انك مرهق. لكن المهم مش انك تقعد تناقش ان الاهلي مرهق وانا كمان، دي ثقافه مصريه يعني ما تكون في اي مجتمع وخصوصا بين السادات الفضليات. اما واحده تقول ايه ده انا مش عارف ايه عندك، امال انا بقى اعمل ايه؟ لا لازم كلمه امال انا اعمل ايه دي في اي حديث في المجتمع،
طب انا تعبان، بقول لك انا تعبان، او هي الست تعبانه من او الشغاله تعبانه، الموضوع بيتفتح اي حاجه. امال انا بقى اعمل لازم انا، امال انا يعني أنا. لا ان كل واحد يعلي عن الثاني. لا انا تعبان وانتوا تعبانين. أي. خلاص يا أي. سيدي محدش بيصادر على حقك في انك تشكو. ايوه بس كمان ما تستنكرش عليا ان انا احاول ان انا اقول لكم يا جماعه شيء من الانسانيه. ما يفعله الاهلي من سفر لو في كده اطلع جنوب افريقيا، اطلع من جنوب افريقيا على قطر، رجع من قطر على هنا، ومن هنا على ماتش الترجي، وبعدين اسافر. يعني ايه المطلوب يعني؟ يا سيدي انت كمان تعبان، والله العظيم انت كمان تعبان، بس هنعمل ايه واحنا اللي بنقول كده؟ بعدين تعالى قول لي بقى، يا ريت الزمالك ما يلعبش، يا ريت بس استنى بس، يا ريت ما يلعبش ويتاجل له، ها ويضغط زي الاهلي بعدين. انما انت تقعد تلعب وتقول ايه انا مضغوط. طب والاهلي هيعمل ايه بعد كده؟ انت مضغوط، طب الاهلي هيعمل، هو الاهلي كان قاعد بيتفسح في الساحل؟ يعني انت بتلعب والاهلي في الساحل بيتفسحوا بيستجموا ولا بيسافروا بياخدوا مسحاته وعمالين رايحين جايين وارهاقك؟ انت مرهق وهم مراهقين الضعف. مش ضروري نقعد نجيب في سيره بعض يعني. يعني عايز تلعب انت كمان. كنت قلت لهم ما تلعبونيش دلوقتي والعب انا والاهلي بعدين. وشوف بقى الدنيا كانت تمشي ازاي. كان برضه هيشتكي. مش برضه هيشتكي ده مؤكد. هقول لك طب الاهلي بيلعب في افريقيا وانا مالي؟ ملعب انا. انما هي فكره انك انت تجد عذر تصدره. اصل بص المشكله دلوقتي ان الناس كلها بتلاغي الجماهير. أيوة. وتدغدغ مشاعرهم. الدغدغه يعني زغزغه. أيوة. مش الدغدغه تكسير. فكله بيتكلم علشان الجمهور يرضى عنه. وما بقتش الظاهره دي ظاهره سوشيال ميديا، دي بقت ظاهره مسؤولين ومحللين واعلاميين. الوضع ما بقاش دمه خفيف، الوضع بقى كله مهابره، وتظل تكذب حتى تسمى كذابه. الحقيقة على حتة الرد الرقمي، وانتوا شفتوا الحلقة اللي فاتت واللي قبليها، احنا شفنا ازاي الاهلي لعب هذا الكم من المباريات في فترة مضغوطة اكتر بكتير من اللي نادي الزمالك اللي بيشتكي دلوقتي من انه الاتحاد ممكن يكون بيجامل الاهلي او في شبهة مجاملة، لانك باستمرار تسمع كلمة لو في تكافؤ فرص، لو في لو في عدالة، وكأنه الاهلي اخذ حاجة مش حقه. يا جماعة يمكن صديقنا المهندس عامر العميرة واحد من نشطاء التوثيق والإحصاء واللوائح الرياضية على تويتر، عمل الحقيقة مجهود تفصيلي شوية للي احنا عرضناه الأسبوعين اللي فاتوا، خاص بالمدد الزمنية اللي لعب فيها الأهلي واللي لعب فيها الزمالك. انت هتلاقي من أول بداية الموسم الأهلي لعب 34 مباراة رسمية، لعب 8 مرات فاصل يومين، 8 مرات 8 مباريات الاهلي لعبهم بفاصل يومين فقط. الزمالك الاهلي لعب 34 مباراه رسميه، الزمالك لعب 33 مباراه رسميه. يعني الزمالك لعب عدد مباريات، للناس اللي بتتكلم على تكافؤ الفرص والعد، عدد المباريات الرسميه اللي لعبها الزمالك من بدايه الموسم اقل من الاهلي بمباراه، ده 34 وده 33، ولم يتخللوا سفر خارجي وبدون سفر. الاهلي كلها الثمان مباريات الزياده دول كلهم لسفريات خارجيه. طب الفترات الزمنيه، اذا كان الاهلي لعب 8 مباريات مضغوطه بقى محشوره بمعنى اصح، اللي هي كل يومين مباراه، لعب 8 مباريات بالطريقه دي، الزمالك لعب 5 مباريات فقط. يعني حتى فتره الضغط اللي هو يومين ومباراه اتعملت مع الزمالك 5 مرات، اتعملت مع الاهلي 8 مرات. ما هو عشان كده بقول لك يعني هي مساله مش مقصود بيها الحقيقه انك بتتكلم في مظلوميه بقدر ما بتوجد يعني اعذار وبتعمل ضغوط على متخذ القرار وعلى التحكيم وعلى الاعلام انك تحاسب بمعايير مختلفه. النهارده بمجرد ما السفاره تتظبط شويه ولعيب يعني ياخد انذار ولا يطرد، الناس بتبقى في منتهى العنف من اول مدربهم. ايوه حتى الناس كلها قالت له انت زعلت ليه يا مستر كارتيرون؟ هو ايه اللي حصل مع
بن شرقي حاجه مستحقه. مش عايز يتعاقب يعني. يعني لم يلقى حتى هذه المره تعاطف اللي عايزين يجاملوه. مش لا يعني انت ازاي بتعمل كده؟ مصطنع يعني قوي. يعني وتخرج من دي تخش على دي، تخرج من دي، كله شوف كل حاجه، الجدول فيه مظلوميه، التحكيم فيه مظلوميه، الفلوس فيها مظلوميه. فلوس ايه؟ هو انت لما تقعد تشتكي ان ما معكش فلوس وبعدين حجم الانفاق يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات من غير ما حد يقول لك من اين لك هذا؟ وبعدين لما نيجي نقول لكم يا جماعه من فضلكم عايزين الشفافيه الماليه، الله، ده شرط ممارسه كره القدم، ده نص الاتحاد الدولي. صرفت منين؟ ابتدت نغمه يقول لك مالكوش دعوه، مش هنقول لكم الفلوس جت منين؟ يعني كده. انا مشفق على المسؤولين اللجنه الجديده اللي بتحاول يعني تظهر شيء من الاحترام وتهدئه الامور واخذ الامر في السياق الرياضي شويه. وبعدين الضغوط اللي تلقاها دلوقتي يا عالم هيفضلوا كده لامتى؟ بس كانت مبادره طيبه الحقيقه من مجلس اداره الزمالك الجديد برئاسه الكابتن حسين لبيب انه وجه التهنئه للنادي الاهلي بعد فوزه بكاس السوبر لكره القدم، وعبر عن سعادته وامتنانه للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الاهلي بهذا التتويج السوبر. والحمد لله ما فاتش يوم واثنين رد الاهلي التهنئه بتهنئه الى نادي الزمالك الشقيق بمناسبه فوزه ببطوله افريقيا لكره السله. بقينا بنتوقف امام الامور المنطقيه الطبيعيه والبسيطه، الطبيعيه واللي لازم تسود. انا قلت لك انا اعرف الكابتن حسين لبيب واعرف الاستاذ محمد الاتريبي، ناس محترمه جدا. بس يا رب يعني يسيبوهم يشتغلوا بهذا الاحترام، ما تضغطش عليهم، لان عمليه المزاد وفكره ان في انتخابات محتمله وقريبه مخليه الناس عماله كل واحد يعني يجود على التاني في الولوله بالمظلوميه والتلويح بان ما فيش عداله والتلسين على الاهلي ورفض ان تحاسب كما يحاسب الاخرون. مش ممكن يحاسب الاخرون صح يحاسب الاخرون. شفت بقى ولا محتاجك في حاجه. طيب التدريبات مباراه السوبر ومفيش مباراه، والمهندس عدلي قبل ما ندخل قال لي هي مفيش مباراه تعدي كده بدون اصابات يعني نطلع فرحانين بالسوبر حاجه غريبه مبسوطه، فيصاب اثنين من الاعمده الرئيسيه الاساسيه، محمد هاني الظهير الايمن اصيب بشد في العضله الاماميه محتاج 3 اسابيع. ان شاء الله يجهز هاني ويرجع ويكون في حاله جيده ان شاء الله في مباراتي الترجي، ممكن ما يلحقش الاولى يلحق الثاني، ربنا يسهل، المهم يتعافى سريعا وبشكل جد ان شاء الله. كمان صانع الالعاب الاساسي وواحد من اللي اختير اكتر من مره في التشكيل المثالي للقاره محمد مجدي قفشه اصيب بشد بجزع في الرباط الداخلي للركبه، هيغيب اسبوعين. هيلحق قفشه او مش هيلحق لا ينبئكم قدر خبير. خبيرك مين؟ كابتن سيد حبيبك. كابتن سيد عبد الحفيظ اهلا بيك. ابراهيم ازيك انت وازيك كابتن عدلي؟ مساء مبروك يا عم، الف مبروك. مبروك يا عم. يلا مبروك علينا كلنا الحمد لله رب العالمين. ايه قلت لهم هنفكر في الدوري ولا ايه؟ ايه؟ قلت لهم خلاص نقفل صفحة السوبر؟ مش سامع والله بتقول ايه؟ بقول لك قلت لهم نقفل صفحة السوبر ونفكر في الدوري ولا ايه؟ الناس لسه ما طلعناش من الملعب، يا دوب خدنا الميداليات قال لك الدوري اهلي. الف الف مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما نتكلم في السوبر والترتيبات الفترة اللي جاية، أنت النهاردة كنت في اتحاد الكورة بتمثل النادي الأهلي في الاجتماع. تمام. كانت وجهة نظرك إيه واللي استقر عليه إيه؟ بص هو مبدئيا طبعا دي حاجة إيجابية جدا، أنا شايف إن هي حاجة من الحاجات الصحية والمهمة جدا إن يبقى في اجتماعات دورية زي كده، كل واحد بيقول مقترحه، كل واحد بيقول استفساره، كل واحد بيقول رؤيته، كل واحد بيقول وجهة نظره، كل واحد بيستعرض مشاكل يتعرض ليها على أساس إن أنت تبقى تتجنب حاجات مستقبليه. دي حاجه كانت حلوه جدا يعني. الناس في اتحاد الكوره واللجنه الثلاثيه عرضوا الرؤيه للفتره اللي جايه ووجهات النظر، وكمان
اقتراحاتهم في نهائي الموسم، سواء كان بالاقتراح الاول ان هو ينتهي في نهايه اغسطس، او الاقتراح الثاني ان هو يستمر لحد سبتمبر. وموضوع الاجراءات الاحترازيه المستقبليه والدكتور محمد سلطان، الناس كمان دوبين للانديه وممثلي الانديه استمعوا بشكل كويس، كل واحد قال وجهه نظره برضه، كل واحد قال رؤيته، كل الناس يعني كانت ايجابيه جدا في التعامل والتفاعل مع الاجتماع. فيما يخص النادي، يمكن انا لما اتكلمنا قلنا يا جماعه احنا النادي يمكن ضغطنا شديد جدا في الفتره اللي فاتت، وعرضنا لنقاط افتقدناها بسبب ضغط مباراه غير مسبوقه وغير منطقيه، لكن في النهايه يعني لعبناها. بس في النهايه دايما النادي الاهلي بيبص للمصلحه الجماعيه والمصلحه العامه بغض النظر عن المصلحه الشخصيه. يعني ساعات بتحس بتفكر بفرقتك كل حاجه، لكن بما يتناسب مع النظام والسيستم اللي موجود، يعني مش حاجه لوحدك انت خالص. النادي طرف مهم جدا في الموضوع، لكن في نفس الوقت النظام السائد هو بيبقى ماشي عليه، فبقى يعني يتعلق بتكافؤ الفرص اللي هو بيطالب بها دايما. فالناس استمعت والناس تجاوبت وقالوا يمكن لو في نهايه شهر اغسطس ملهاش علاقه بالاهلي خالص، عشان الناس تبقى عارفه بس، يعني دي ليها علاقه بالحاجه الايجابيه لو المنتخب الاولمبي بدا يلعب على ميداليه، وده هيتحدد طبعا بعد الماتشات الاولى اللي هو ياخدها اللي هي هتبقى في نهايه شهر 7. لو بدا يلعب على ميداليه هيبقى الامر يعني بمنتهى الوضوح هيستمر لحد نهايه سبتمبر. الناس كانت عندها وجهه نظر ان يبقى لا ما يتلعبش الدوري غير لما يتلعب المؤجلات بتاعت الانديه اللي هي لسه عندها مؤجلات، يعني اللي هي طبعا يعني اهمهم الاهلي يعني او اكثرهم الاهلي. احنا كنادي اهلي قلنا ما فيش مشكله خالص، اللي انتم شايفينه احنا ما عندناش مشكله، اللي بيقودوا او بينظموا اتحاد الكوره برضه ما عندناش مشكله في اي حاجه خالص. يعني هي المشكله كلها الكبرى ان يبقى في حاجه بتضغط فيها انت كنادي وانت مالكش ذنب فيها، انت ممثل لافريقيا وممثل للمنتخب للاسف لمصر، وممثل طبعا المفروض ان الاتحاد بيساعدك وبيعينك على كده. يعني متقبل تماما ان انت يبقى عندك ضغط مباريات عشان انت مشارك في القاره الافريقيه ومشارك في بطوله ثانيه افريقيه، بالتاكيد يعني عندك ضغط مباريات، لكن ما تبقاش يعني بزياده قوي كده، لان هي هتمنعني من تكافؤ الفرص المحليه اصلا كمنافسه. يعني الناس تقبلت الكلام بشكل كويس قوي، عرفوا كويس قوي ان النادي الاهلي يعني هو دايما بيبص للمصلحه العامه. قلت لهم احنا موافقين على اي حاجه طالما فيها مقبول ومعقول، حتى لو هاجي على نفسي سنه بس تبقى في المصلحه العامه كويس. لكن الى حد كبير الاجتماع كان مفيد جدا. كابتن سيد، قريت طرح كده وهو مش جديد، هو جديد قديم يعني، للمهندس محمد عادل، يعني بيقول لو احنا بس موسم واحد نعمل هذا النظام اللي هو عايز يلعب دور واحد دوري من دور واحد، وبعدين ياخد التسعه الاولانيين يلعبوا دوري من دورين، والتسعه الاواخر يلعبوا دوري من دورين، الاوائل هيلعبوا على المقدمه، والتسعه التانيين هيلعبوا على الهبوط، ودي هتوفر وقت كتير. والنظام ده ما هوش دوري مجموعتين، ده كله بيلعب وبينتهي بدوري مختصر من دورين يعني. فاعتقد الامر ده قد يعني يستحق بصه، ولا انت شايف حاجه تانية؟ بص يعني طبعا القرار زي ده بيبقى قرار فني وقرار للنادي بشكل قرار نادي كامل. يعني لو هتسالني على المستوى الشخصي يعني هقول لك كلمه، ممكن تكون حصلت قبل كده، حصلت في 2014 لو تتذكر، تمام، ان احنا عملنا حاجه شبيهه لكده. لا ده كل اللي اتعمل قبل كده كان دوري مجموعتين، ده مش مجموعتين، ده في الاخر حصل دوري مجموعتين. كان مجموعتين. لا ده بتفصل، انت بتفصل ال 18 نادي من خلال ترتيبهم من دور واحد في الاول للتسعه اللي فوق اللي هيتنافسوا على البطوله، والتسعه اللي تحت اللي هيتصارعوا على النجاح من الهبوط. فهو دوري يعني هيبقى فيه تكافؤ فرص، لان المرحله الثانيه هتبقى من دورين، يعني التسعه اللي فوق يلعبوا رايح جاي، والتسعه اللي تحت يلعبوا رايح جاي، بس هيختصر عدد كبير جدا من الماتشات. هقول رايي بمنتهى الامانه، لو انت عايز توفر وقت يعني تمام، دي حاجه ثانيه، لكن على مستوى القوه والمستوى النديه ومستوى الاحتراف اللي انت فيه ما فيش كده في العالم. انا بقول دي سنه استثنائيه، انت عايز سنه استثنائيه عشان لضبط الاداء وترجع تسيطر على الوقت تاني وتهرب من دوري المجموعتين برضه، يعني يبقى في عداله الى حد كبير. لو انت بتتكلم على الوقت غصبا عن الجميع تمام،
يبقى طرح من الحاجات اللي هي بتطرح وممكن تتوافق عليها. لكن على مستوى الدوريات ما فيش كده، يعني ما فيش دوري طبعا. ما حدش بيقول ان النظام يستقر كده كابتن، بيتكلم على استثناء عشان تعدي المطب يعني. ده مش ارحم من الدوري المضغوط اللي هيقضي على الاخضر واليابس. ما فيش لعيبه هتتحمل تلاحق مواسم بالمنظر ده، مستحيل يعني. والله بص برضو ارجع واقول يعني ده برضو قرار بتاع النادي، بس لو انت عايز تطرح ده اطرحه، والناس وكون ممثلين بقى، سواء كان الناس اللي هي تقدر او تملك انها تاخد القرار في وقتها، ويبقى الناس كلها لو قابلها تبقى خلاص، يبقى ماشي على النظام ككل يعني. لكن على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي اشوف ان مفيش دور كبير كده. احنا زي ما اعترضنا على شكل الاداره الفرديه وان تطلع القرارات بشكل فجائي للانديه وتلتزم بيها، وجدها تطلع بشكل فجائي، لازم انتقدنا هذا. لازم نشيد بالخطوه دي، لان انا شايف لو اللجنه دي من اول يوم عملت هذه السنه في كل شيء كان هتتوصل طبعاً لحاجات، وكانت هتوفر مناخ الصخب اللي بيسود المجال الكروي دلوقتي. طبعا صح كابتن سيد، اتفق معاك تماما. الاربعه الاجانب جات لهم استدعاءات، سافروا مظبوط. اه، وان شاء الرحمن فيهم ناس هتلحقنا باذن الله في تونس، وفي ناس زي علي مثلا هيستنانا هناك. يعني علي سافر تونس وهيفضل هناك؟ مظبوط. اه، علي اخر مباراه عنده يوم 15، احنا جالنا جواب رسمي، مش عارف انت عندكم المعلومه دي ولا لا. اه، خلاص المباراه بقت 19 و26 مش 18 و25. 19 و26 19 و26 طيب الموقف المصابين عندنا طمنا عليهم واحد ورا الثاني كده. كريم ندفد اخباره ايه؟ كريم خلاص يعني الحمد لله بينزل معانا تمرينات، وحتى ردود الافعال الطبيه الحمد لله كويسه جدا يعني الحمد لله. يمكن محمد محمود عطلته بس شويه الكورونا، لكن ان شاء الله الرحمن يبقى موجود في الاسبوع اللي جايين يعني. فيما يخص قفشه، يمكن الحمد لله استجابته للعلاج حتى النهارده احسن كتير الحمد لله. عندنا امل بشكل كبير قوي يعني، تعدى نسبه كبيره مئويه يعني ان هو يلحق باللقاء الاول. ان لسه هنشوف برضه استجابه محمد هاني هتبقى عامله ازاي يعني. طيب المفروض ان احنا اتكلمنا دلوقتي على ان الفتره الحاليه فتره اجازه مش كده؟ كام يوم؟ تمام. لا احنا بكره شغالين يعني، بكره هنشتغل كام يوم، وبعد كده هنلعب مباراه وديه، وبعدين هناخد فتره راحه ثانيه، وبعدين هنتجمع قبل اللقاء بحوالي 12 يوم كده عشان استعداد للقاء كده. الاقرب حاجه بعد تاجيل مباراه انبي بتاعت يوم 4، اقرب حاجه ماتش الترجي 19. اه بس هيتخلل عندنا مباراه وديه يعني، ممكن يبقى مباراه او اثنين. مباراه او اثنين. تمام. قول لي بقى السوبر اخباره ايه معاك؟ فرحته كانت عامله ازاي؟ طبعا هي بطوله غاليه جدا وقاريه، وفي نفس الوقت بتدخلك في منافسه عالميه مع ريال مدريد. يعني اعتقد فخر لكل اهلاوي في العالم، موجود في العالم كله، ان انت تبقى بتنافس نادي بحجم ومكانه بريال مدريد على الرياده، على الرياده العالميه. دي حاجه تدعو للفخر بالتاكيد يعني. انت عارف ان في في القرن ال21 يا كابتن سيد، نعم، انت عارف في العقد اللي هو في القرن ال21، اه في القرن ال21، ان النادي الاهلي متقدم كثيرا على ريال مدريد، هو الاول. الحمد لله. لو فصلنا بطولات يعني، لو خدنا كل قرن لوحده، ريال مدريد كان متقدم، بس في القرن ده لا، الاهلي متقدم كثير الحمد لله 400. لكن تبقى العقليه زي ما بقول لك، العقليه الاهلاويه كمنظومه، سواء كانت مجلس اداره او لجنه تخطيط او مشرف على الكوره او جهاز فني واداري او لعيبه او قبل كل دول الجماهير، العقليه الاهلاويه اللي هي خلاص امبارح بتاع امبارح، التاريخ حلو جدا فبتسطره، لكن امبارح بتاع امبارح خلاص، النهارده انت عندك مسؤوليه كبيره سواء كانت على المستوى المحلي او المستوى القاري. اوكي، عندك كمان مباراه حساسه وحاسمه، يبقى الافضليه في ايدك انت، لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمك ووفقك الحسابات عندك، مش عند اي حته ثانيه. كل مباراه وكل دور بيبقى له اهميته ومكانته يعني، يكفي ان انت تقول الاهلي والترجي مثلا كعنوان للسيمي فاينال جاي. اخر اربع سنين بس يعني انت واخد البطوله ووصل للنهائي 3 مرات، الترجي في اخر 4 سنين واخد البطوله مرتين. فيعني عشان تبين مدى قوه المباراه عامله ازاي، انت في 2017 في الفاينل مع الوداد، في 2018 في الفاينل مع الترجي، 2019 كنت لحد دور الثمانيه، 2020 انت واخد البطوله، الترجي 2017 كان في دور الثمانيه احنا اللي خرجناه في 2017، في 2018 كان هو البطل. اوكي،
مع الاهلي قدام الاهلي، وكان في 2019 كان مع الوداد. السنه اللي فاتت خرج برضه من دور الثمانيه. فانت عندك اخر اربع نسخ انت واخد البطوله مره ووصل فاينل ثلاث مرات، فاخر اربع نسخ هو واخد البطوله مرتين. فمباراه ليها حسابات قويه جدا، ليها حسابات قويه جدا لازم تشتغل عليها، ما ينفعش تفكر في اي حاجه خالص غير فيها، تحضر فيها كويس قوي وتستعد كويس قوي وتشتغل كويس قوي، ويا رب باذن الله يكون المباريات دي هتبقى بجماهير ولا لا يا كابتن؟ تساعدنا في اللقاء العودة. نعم المباريات دي رايح جاي دي مع التراجع هتبقى بجماهير ولا لا؟ لا 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 مش هتبقى. الكاف اختار الحكام فيكتور جوميز للمباراه الاولى ورضوان جيد للمباراه الثانيه، رايك؟ انا لحد دلوقتي ما جاتليش حاجه رسميه كده، لكن كل اللي مكتوب في الحته الاعلاميه كده، لكن حاجه رسميه ده جواب رسمي ما جاليش كده. ما اخترناش. عايز اسالك سؤال شخصي بقى، عملت ايه ما اتبخرتش كده بالنق بتاع عمرو اديب؟ يعني مداخلتك مع عمرو اديب دي كانت عايزه يعني تترقي حد يرقيك وحد يرقي النادي الاهلي. والله بص يعني خلينا بس دايما الشغل هو اكتر حاجه في الردود والايجابيه، لازم تشتغل بشكل يا جامد يا ابو سيد. نعم يا جامد. انا بتكلم جد والله يعني. لا هو ده ما فيش الا كده طبعا. حتى في كلامك لازم يبقى شغل، كلامك نفسه يبقى شغل. ممكن تبقى انت من جوه هادي جدا يعني، تبقى ماسك نفسك من جوه جامد جدا، لكن الكلام يكون قوي. يعني الواحد يتعلم حاجات كتير قوي من الناس، ومنهم طبعا كابتن عادل الطيب. الحقيقه الواحد يعني يا راجل يا طيب يعني والله الحقيقه يعني تمام. التون بتاع الصوت نفسه في اوقات كتير ما يبقاش بنفس اليافيه، ما يبقاش بنفس المستوى. امتى تتعلي الصوت وامتى توطيه وامتى يبقى فيه الحكمه واللين، يعني لان في حاجات كتير قوي لازم تبقى انت عندك حسابات ليها، ما تبقاش الامور كلها دايما على وتيره واحده ومستوى واحد. طب قول لي اللقطه بقى اللي يعني ابهرت الناس كلها، لقطه الميداليات مع كابتن الخطيب واللعيبه تطوق عنق الخطيب بالميداليات. انت كمدير كوره ما كنتش حاسس ان فيها ترتيبه زي كده خالص؟ والله ابدا، والله ابدا. يعني انا عارف طبعا وهم طالعين وهم طالعين قالوا لي وهم طالعين تمام يعني هم طالعين يعني دي مبادره من اللعيبه. نعم والله يعني انا قبل الموضوع، حتى قبل الماتش ولا بعد الماتش مباشره خالص يعني هي تلقائيه بحته من اللعيبه، ودي حاجه ليها معاني كبيره، ليها معاني كبيره قوي قوي يعني اهمها واهمها واقواها على الاطلاق ان النادي الاهلي ده نادي على المستوى الجماعي رائع جدا. اكبر راس في النادي اللي هو رئيس النادي، الاصغر واحد اللي هو عامل مثلا ولا حاجه، الكل تحت. لو تشوف مثلا كابتن وهبي نادي عامل عندنا زي النور مثلا تمام، يعني هتعرف يعني ايه معنى النادي الاهلي، يعني ايه مكانه النادي الاهلي. لكن في الشغل كل واحد له تخصصه، كل واحد له مكانته، كل واحد له دوره. انا ممكن اساعدك في شغلك لكن مش انا صاحب القرار فيه، ده انت تمام. ده مفهوم احترافي بحت يعني. اللقطه كان لها معاني حلوه جدا يعني. صحيح كابتن سيد، بالتوفيق والف الف مبروك، واللي جاي احسن ان شاء الله. يا رب يخليك يا صبري، متشكر جدا، وتحياته ليك ودايما متالقين يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره السوبر الحقيقه، لانه خلاص سيد عبد الحفيظ بقى رابط مشترك مع البطولات. اخواننا بتقول لي عمرو اديب قر عليه جامد، تتحقق الاهداف ويكون في نجاح ما بيجيش بالصدف. ورا كل الرجال الهايلين دول، صحيح، جهاز اداري، جهاز فني، رئيس نادي، مجلس اداره، لعيبه، كل الناس متلاحمه انها وهي اترجمت كلها. ياما وقفت في ظهرنا، ياما كرمتنا، ياما قلت لنا كلام تشجيع، جينا نقول لك شكرا. وبنقول لك احنا حاسين دورك معانا ارقى ما يمكن من يعني تعبير في مجال كره القدم. وانا اعتقد ان اللقطه دي هتفضل خلاص تاريخيه على مستوى العالم. الحقيقه تفضل لحظه فعلا فيها من المعاني الكتير جدا جدا، وراها كواليس وتفاصيل كتيره جدا هنحاول نناقشها مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بالفعل الاهلي فرحه عابره للحدود، لانه في كل مكان كان هذا التاثير الكبير لهذه الفرحه الطاغيه. لكن الشيء الرائع وحتى المنضبط انك في لحظه قمه النصر لا تنسى صاحب الفضل، لا تنسى صاحب الفضل، ويكون التواضع ويكون
إدراك قيمة توفيق الله سبحانه وتعالى ليك في وسط الفرحة وفي وسط الزهو وفي وسط الاحتفالات، تلاقي الكابتن محمود الخطيب ببدلته وبوقاره على أرض الملعب يسجد لله شكرا عرفانا وامتنانا بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي بيوفقه في مثل هذه المهام يا باشمهندس. مؤكد مؤكد الشكر لله والحمد لله، اللي صلى ركعتين شكر وطبعا زي ما احنا بنقول يا ابراهيم ما بتنساش فضل ربنا عليك ابدا. اه وهو في انت بتاخد بالاسباب. ايوه لكن التوفيق من عند الله، دي مش عايزه مناقشه يعني. طبعا فعندما يدركك التوفيق فالشكر لازم يكون لله اول شيء. وده بقى ضبط المشاعر، حتى انك تدرك ان انت مع اللي عملته وانت ما قصرتش، لا ربنا سبحانه وتعالى انصفك ووفقك، فلا بد ان تسجد شكرا، لابد ان تمتن عرفانا وامتنانا بصاحب الفضل لله سبحانه وتعالى. ده خلى حتى الناس كلها تتكلم على مثل هذه الاجواء يا جماعه، لان دي اجواء التوفيق واجواء التفوق. لا تتغر ولا بتغتر ولا بتطلع تصريحات مسيئه ولا بتعلن التحدي ولا بتتعاظم ولا بتتكبر ولا تتكابر، لا بالعكس انت بتسجد لله شكرا. انت عارف، وبعد ما تسجد لله شكرا طبعا بتتواضع، كل شيء تواضع امام الله سبحانه وتعالى وتقف ثم تفاجأ ان لعيبتك بتبادر تعمل معاك شيء غير مسبوق. وبتهديك على الهواء مباشرة ميدالياتهم انت تستحق بقدر ما نستحق ويمكن اكتر، ان احنا نقول لك شكرا. واللعيبه تقول لك كنا حاسين ان كابتن الخطيب عليه كل هذه الضغوط وخلال سنتين اتحمل كتير، فشفنا اقل حاجه نعملها له وهو دايما معانا في المهام الصعبه، ان احنا نقول له احنا شكرا. احنا طبعا يعني لما تيجي قبل الموسم الماضي وتقول للجمهور هكسب كل البطولات، يعني يقول لك بس ربنا يسهل ونكسب 50% وتبقى كده حلو قوي، وانما فضل الله عليك كبير جدا، وتروح برضه تعمل شيء رائع جدا في كاس العالم للانديه. لا الشكر لله طبعا، التوفيق من عند الله، والتوفيق هو عايز اقل حاجه، يعني عايز كمان من خلالك ان الناس تشوف ان الناس السلوك. لما السلوك الانساني الرشيد وان هو ده رضا الله سبحانه وتعالى. أيوة. لما تاخد بالاسباب وتكون حاجه محترمه يعني. هي دي الرساله الانسانيه قبل اي حاجه، لحظه النصر ولحظه الزهو ولحظه التفوق لا تنسى صاحب الفضل عليك سبحانه وتعالى. بس الحقيقه كمان في سياق بر الاجواء الاحتفاليه، صديقك العزيز الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، انا يمكن وصفته بانه ياور المهام الصعبه، لانه كل رحله صعبه كابتن خطيب طالع رئيس البعثه تلاقي عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق انديل موجود ومشارك ومساند ومتفاعل بقوه، في فاينل كاس افريقيا، في سفريات تحدي كبيره جدا وصعبه، في كاس العالم للانديه، صديقك الياور موجود باستمرار. وراجل جميل وراجل محترم، شأن الحقيقه المجلس كله. وهو بيبقى حريص انه يكون متواجد، ويعني وقال لي المره دي انا اقول للمهندس عادل انا واخد العجوه معايا. ما هو واخد العجوه معاه بس ما بيعرفش يعملها، عرفوا يعملوها، لازم اكون موجود. الوصمه معاك انت. طيب الاستاذ طارق الانديل تحدث في الام بي سي عن لحظه تتويج الخطيب بالميداليات، نشوفه قال ايه. طبعا اللفته بتاعت الميداليات اللي لسه حضرتك بتقولها بتاعت اللعيبه هم بيدوا الكابتن محمود الخطيب رساله طبعا جميله جوه النادي الاهلي، بتبين لك قيمه كابتن محمود الخطيب عند الفريق كله، وفي نفس الوقت اخلاقيات وادبيات النادي الاهلي، يعني الحمد لله حاجه كويسه قوي، والجمهور الاهلاوي والمصري هنا يعني مبدع للامانه، سواء قدام الفندق او في الاستاد، في الاستاد من فتره كبيره يا جمهور مبدعين. الجمهور بصراحه كان عظيم وهايل وجميل بديع. فحاجه، فالاجواء كلها الحمد لله اكثر من رائعه. واحب انوه برضه حضرتك على التهاني اللي جات لنا من مجلس اداره نادي الزمالك، يعني مجرد ما الماتش انتهى
كان الاستاذ محمد الاكريبي. ده ما كانش بيحصل قبل كده، دلوقتي الدنيا بقت في وضعها الطبيعي. والله حاجه راقيه. وكابتن محمود الخطيب كلمهم، وفي بيان طالع من عندنا النادي شكر لان الزمالك طلع بيان، حاجه راقيه، وهو ده المعنى السامي للرياضه، يعني نتنافس بروح رياضيه وكلنا مصريين وجو رياضي ان شاء الله، فتحة خير الأجواء الرياضية تبقى عالية قوي في البلد إن شاء الله. أرجو إن أنت لما تشوفه يعني تبلغه تحياتي، وأنا عرفت إن هو أصر إن هو يكون جوه مع الفرقة مش بره في أحد الفنادق، يعني لوحده ك يعني كراجل رئيس مجلس إدارة أصر إن هو يبقى جوه الفقاعة مع الفريق، يعني جوه مع اللعيبة نفسهم، ودي حاجة محترمة. حصل جات دعوة الكابتن محمود الخطيب من اللجنة المنظمة والاتحاد الافريقي وكده ان هو يتنقل لفندق اخر، يعني يكون موجود معاهم، وهو اعتذر لهم عشان كده هيبقى خرج بره الفقاعة وبره التواجد مع الفريق نفسه. الف مبروك، وارجوك اما تشوف كابتن خطيب تبارك له وقول له عمرو اديب يعني بيبارك لك بجد، بس قول له عمرو بيقول لك الاستاذ عمرو اديب، عمرو اديب بيقول لك كفاية كده، واحنا بنقول لك الله اكبر خمسة وخمسة يا عمرو. لكن الحقيقة عايز أتوقف على فكرة كمان، ولهذه الأسباب اللعيبة توقيته بالميداليات. ما هو أنت لما تكون شاعر إن الراجل ده مش جاي يتفرج على مباراة، مش جاي يعني كرئيس بعثة، استقبال المسؤولين، لا هو راجل عايز يعيش أجواءك وعايز يكون موجود معاك لحظة بلحظة، اللي بتاكل منه بياكل معاك في نفس الطبق، اللي بيروح معاك الملعب متواجد معاك يحل لك مشاكلك، بقول لك انا يعني حاسس بيك وموجود معاك في حميميه ودفء كده في العلاقه. فطبعا الكابتن الخطيب ما كانش رايح يتفرج على المباراه، يعني هو كان رايح عشان يكون له دور، يعني اعتقد ان الدور ده وصل للعيبه كويس جدا، بدليل انه ترجم بالشكل الرائع الغير مسبوق اللي شفناه. واحنا بنتكلم على فكرة ان الاهلي فرحة عابرة للحدود، لازم ناخد في اعتبارنا قيمة القوة الناعمة بتاعتنا. لما يكون عندك نادي بهذه القيمة المؤثرة في وجدان الاشقاء العرب والمحيط كله، لا لازم نقف عندها باهتمام وتقدير واهتمام، لانه مصر كان تواصلها مع محيطها العربي ومع اشقائها العرب عبر خطوط كثيرة للقوى الناعمة المختلفة الفنية والرياضية، وابتعدنا فترات كثيرة الحياة لأسباب مختلفة. لكن تلاقي النادي الأهلي ما في مباراة كبيرة ومناسبة كبيرة وبطولة كبيرة إلا ويعيد هذه اللحمة بقوة مع الأشقاء، وكأنه بيضخ هذه الدماء العربية الجديدة في هذه العروق التي تيبست لفترات طويلة. ألاقي شفنا احنا طبعا الانفجارات في التعبيرات عن حب الاهلي وقيمه الاهلي وفرحتهم بالاهلي لدى معلقين عرب كثر. في المباراه الاخيره معلق قناه الكاس القطريه وهو المعلق البحريني خالد الحدي، الحقيقه الراجل هذا المعلق البحريني الجميل وهو بيشوف لحظه تتويج الاهلي وفرحه الاهلي الكلام يسعد كل مصري وكل اهلاوي ويبين لنا قيمه النادي الاهلي ودوره. نشوف تتويج الفريق الفائز 2020 فاينل النادي الاهلي يتقدمه وليد سليمان اللاعب المميز طبعا، وهنا كل واحد ياخذ ميدالياته طبعا في ظل الاحترازات الموجوده، وهذا طبعا بيبو اللي يقلد بالميداليات. الله يعينه الان كم كيلو ميدالي ذهب يقلد وهو يساوي كل هذا الذهب. نعم 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 الخطيب يساوي كل الذهب ويستحق هذا الذهب، وكان الله في عونه يا خطيب لتحمل كل هذا. والله هذا اللي يقول لك يتائل بالذهب هو محمود الخطيب، هو محمود الخطيب تدمع عيناه تدمع عيناه ويتوج هنا لدينا بكل هذا الذهب يا خطيب. والله تستحق كل ذلك، تستحق كل ذلك، وبادرة من كل لاعبي النادي الأهلي الذين يتوجون محمود الخطيب على كل السنوات وكل البطولات وكل ما فعله
للنادي الأهلي. بدر بنون هو الآخر يتوج الخطيب بهذا الذهب يا خطيب، تستحق ذلك يا خطيب. شوف شوف الصورة الجميلة التي كانت ما بين محمود الخطيب ولاعبوه، الفريق يستحقون كل هذا الأمر. والآن تسليم هذه الكأس لقائد النادي الأهلي محمد الشناوي، يرفع السابعة يا أهلي، السابعة يا أهلي، السابعة بروح الفانيلة الحمراء لنادي القرن. شوفوا بقى، رغم ان انا عارف اللقطة واتكلمت عليها وعشتها، انما والله الواحد يمكن جسمه بيقشعر. انا لا اتصور الخطيب الذي لقي من التكريم العشرات، منها المحلي ومنها الاقليمي ومنها الدولي، وخد من الجوائز العديد، الحذاء الذهبي، احسن لاعب في افريقيا. انا متاكد لو سالت الخطيب اللحظه الاغلى ليك في حياتك ومشوارك الكره هيقول لك هذه اللحظه. ليه؟ فيها صدق مشاعر، فيها مفاجأة رائعة، عمل غير مدبر، فيها ترجمة لكل يعني نقطة عرق بذلها الخطيب وجد المقابل لها في هذه اللحظة. تتائل بالذهب لما قدمته، لست من درويش أحد، أنا بقول هذا الكلام وساعات بقول إيه يا واد أنت يعني هتبان، لكن والله ما يحدث في النادي الأهلي وما يقدم من رموزه وإلى رموزه هو دروس يتوقف أمامها العالم لمن يريد أنه الروح الرياضية، الصدق، الحب، الحميمية، الرسائل السامية أن تسود. هي فعلا لقطة لنجم أسطوري يتقل بالذهب زي ما قال خالد الحدي، لكن كمان شوفوا خالد الحدي، وده اللي أنا قلت لكم عليه من شوية، تأثير القوى الناعمة. لما نلاقي كل الأشقاء العرب حافظين عن ظهر قلب إنتاج السينما المصرية عبر التاريخ، ويجي يسقطها ويصفها بكل الأحداث الرياضية اللي حصلة، خالد الحدي في تغنيه بالنادي الأهلي وتقديره لقيمة ما يفعله النادي الأهلي والفرحة اللي النادي الأهلي نائلها خارج الحدود، ربط ما بينها وما بين الأفلام المصرية بخف الدم. نشوف خالد الحدي. أنا أرى شخصيا، هذا رأيي الشخصي، بين علاقة الأهلاوي بالنادي الأهلي، أرى بأنه يعني لهم الأرض والمصير والبداية والنهاية، لكنهم يعلمون تماما بأنه باب الحديد لأعدائه والباب المفتوح لعشاقه. عندما تواجهه يأتيك شيء من الخوف وهم يستادون من العزيمة. عندما تعشق القلب لا تستطيع أن تقول له رد قلبي، وتصبح بين السماء وبين الأرض. نعم، إنه في النهاية حب فوق هضبة الهرم، وفي النهاية عندما يفوز الأهلي تضحك لأن الصورة تصبح جميلة. هكذا هو توصيفي للعلاقة ما بين الأهلي ومحبيه. والله ولا أروع، هو أرخ لتاريخ السينما المصرية من خلال انتصارات النادي الأهلي بخف الدم وتلقائية وعبقرية، لأنه هو يعني 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 سخن مع الأحداث، فاستدعى موروثه، فاستدعى موروثه الفني، واضح أنه متابع جيد جدا للفن المصري يعني. جايبها من أول باب الحديد، الحب فوق هضبة الهرم، الباب المفتوح وحب فوق الأرض وقلبي والنهاية والأرض وشيء من الخوف، ضرر السينما المصرية. ويكفي ان النادي الاهلي يعني يشير الى كل هذا، هذه المعاني بانتصارات. الحقيقه كلمات اسعدت كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان، لكن اللي هيسعدكم اكتر تسمعوا الكابتن خالد الحدي. مساء الخير يا كابتن، واهلا بيك كابتن خالد الحدي.
مساء الخير ومساء النور عليك استاذ ابراهيم استاذ عدلي ولكل مشاهدي قناه الاهلي ولكل مشاهديكم في الوطن العربي. سعدتني جدا هذه المداخله وانا سعيد جدا بالتواجد معاكم في البرنامج. لا انت اللي اسعدتنا الحقيقه. انا عدلي القيعي لسه كنت بقول للاستاذ ابراهيم قبل ما تتفضل وتشرفنا في هذه المداخله، يعني هذه العفويه وهذا الربط البسيط الجميل يعني اللي فيه معاني جامدة جدا بين الفن والرياضة وما يقدمه الأهلي من يعني أنا كنت بقول له أنك لخصت تاريخ السينما من خلال النادي الأهلي في لحظات يعني. صحيح. أنا في البداية أستاذ عدلي يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني كانت أحد أمنياتي أني أعلق للنادي الأهلي أولا لشعبية كبيرة، أولا لقيمة الكبيرة في الإرث الكروي العربي بشكل عام في تاريخ الطويل على مدى السنوات الماضية، شرف لأي معلق يعلق حقيقة للنادي الأهلي. وجاتني الفرصة حقيقة من ذهب ممكن قنوات الكاس وسعدتني جدا أني أعلق على هذا الكيان الكبير. أمر آخر يمكن من خلال الماتش المباراة اللي شهدناها مع نهضة بركان المغربي، يمكن انتم تابعتوا ونكون صادقين انه يعني الاهلي سبحان الله من الانديه القليله في العالم اللي البطولات تعشقها، البطولات هي اللي تنال شرف انه يحملها النادي الاهلي. يمكن في العالم تشوفون في ريال مدريد مثلا كوجهه عالميه، عندنا الاهلي في الوطن العربي، عندنا ايضا كذلك ممكن الهلال السعودي، هي الانديه هذه سبحان الله جاذبه للبطولات لتاريخها اللي ما تحمله، وتتشرف البطولات انه تكون من نصيب هذه الانديه. بخصوص يمكن المقاطع اللي انتشرت، يعني خصوصا انا اللي اثر فيني مقطع الكابتن محمود الخطيب وهذا الارث اللي يحمله كلاعب 20 بطوله مع النادي الاهلي، غير كذلك انه هو اليوم كرئيس يصل الى البطوله الثانيه تقريبا مع النادي الاهلي، وكانت ممكن بطوله السوبر اللي لم تنال شرف أن يكون محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي حاضر وموجود، وسبحان الله حضرت. واعتقد انه يمكن سمعتوا انه في البعض كان يريد ان يؤول لقطه تتويجه وتوشيحه بميداليات اللاعبين، لكن اللي ينظر بعين مشرقه، اللي ينظر بفكر كبير، يشوف انه اللعيبه حاسه جدا بقيمة هذه البطولة، بقيمة هذا النجم الكبير، وقاموا يعني تتويجه بهذا الذهب الكثير وهو يستحق وأكثر الكابتن محمود الخطيب، ودعم ودمعة عيناه حقيقة بتتويج اللاعبين، لو كانت لفتة جميلة جدا من لاعبة الأهلي تقديرا لهذا الرئيس، تقديرا لهذا النجم، لهذا التاريخ في كرة النادي الأهلي. كابتن خالد، يعني وانت اخ بحريني شقيق وتعمل في قنوات الكاس القطريه وملم بالتفاصيل الخريطه الرياضيه العربيه، انت شايف تاثير الاهلي في المحيط العربي ازاي؟ والله مهما قلت استاذ عدلي اعتقد انه راح اكون مقصر في تاريخ الاهلي. انا على فكره المقطع تبع السينما المصريه أنا عاشق جدا للسينما المصرية، أنا متيم جدا بالفن المصري. لا ده واضح. يعني من أيام أفلام الأبيض والأسود كنت أتابع. فأنت عارف يعني في أشياء ممكن أقولها البعض يزعل منها، لكن كنا نشوفها وحاضرة. أولا في عدد كبير من الأفلام المصرية حملت وعنونت النادي الأهلي ودائما ما يكون حاضر موجود، غير أنه احيانا في اللوكيشنات في الافلام المصريه ممكن انت تشوفوا غير من المشاهدين الكثير يشوفون احيانا على الجدران مكتوب الاهلي عمهم الاهلي، عارفون هذه صحيح. الكلمات اللي تكون موجوده حقيقه وكثير من الافلام يعني تكون حاضره وموجوده. فهذا ارتباط الاهلي بهذا الموروث السينمائي لا يمكن ان تفصله، وخاصه انه الاهلي يقدم فن على أرضية المسعى. وغير ذلك أنه أيضا لو تبحث في سيرة تشوف أنه صالح سليم الله يرحمه الممثل واللاعب الكبير حتى من أفلام الباب المفتوح، أنه ذكرت أنا الكلمات اللي ذكرتها عن النادي الأهلي. فهذا الارتباط
خلاني اروح في هذا الحته في هذا الجانب واني اتكلم عن افضل واجود واجمل الافلام المصريه اللي بالفعل تواكب ما يفعل الاهلي ضمن تاريخه في السنوات الماضيه. لكن بالفعل تاثير الاهلي تاثير كبير، عرفنا منه نجوم كثار، يرفع راس العرب في كل مكان يشارك فيه، حتى في بطوله كاس العالم اللي كانت في الدوحه قدم اداء مشرف جدا، نجوم كثير عرفناها من النادي الاهلي، حب الجمهور، تعلمنا كثير كثير من النادي الاهلي على مستوى الاداره، على مستوى الثبات في السنوات الماضيه. انت تشوف عدد كبير من الانديه للاسف تظهر لك في سنه في سنتين في ثلاث، لكن انا ارى ان جمهور الاهلي محظوظ بالنادي الاهلي، انه دائما سبحان الله نقول خمسه وخميس مثل ما تقولون، انه في كل سنه في كل مناسبه في كل عقد يكون هناك بطولات وانجازات لهذا النادي. يعني الحقيقه مؤكد، يعني احنا كمان يعني لازم نقول لك انك انت انفردت، محدش غيرك ربط هذا الربط العبقري البسيط الصادق بين القوى الناعمه الفن والرياضه وبهذه العفويه وهذه التلقائيه. الحقيقه يعني انا يعني سعيد جدا باني شفت التجربه البسيطه دي اللي انت قدمتها، ودي خلاص اتكتبت باسمك بقى، ما حدش يقدر خلاص دي كده انتاج خالد الحدي. حبيبي والله 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 هو شرف شرف لي في المقام الاول انه اعلق للاهلي. كنت اتمنى من فتره طويله من زمان انه اعلق لهذا النادي الكبير، لانه هو اللي يرفعك هذا النادي. سبحان الله في بعض الانديه لما تعلق انت تحس بالفخر، تحس احيانا بالانتماء لهذا التاريخ لا اراديا سبحان الله. يعني هو الموضوع يجي مثل ما يقولون رباني. لذلك حتى على مستوى الفن المصري، على مستوى الممثلين المصريين، تشوف عدد منهم كبير جدا انه اول اهتماماته يكون الاهلي، واول اهتماماته في حب للنادي الاهلي، وعلى راسه يمكن نشوف الفتره الاخيره يمكن رامز جلال من الممثلين اللي يعني ينتقم من كل ضيوفه بسبب النادي الاهلي وحب النادي الاهلي. فهذا بيخلص منهم لما حد يلاقيه مش اهلاوي يقول لك انا بعمل فيه المقلب زياده. يعني احنا طبعا امر جميل. طيب عندك تعليق على المباراه يا كابتن خالد اللي انت ما قلتهوش كمعلق؟ انا في المباراه حقيقه بيني وبين نفسي يعني يمكن بعد ما شفت الشوط الاول سبحان الله، يعني كان الاهلي ما كان في حالته الطبيعيه في الشوط الاول، ونهضه بركان كان هو الافضل فنيا يمكن في الشوط الاول. يعني الاهلي ممكن يعطيك 45 دقيقه بس بعدها يفوق مثل ما يقولوا بالمصري. يعني هو اعطاك ال 45 دقيقه وقال لك يلا تفضل، بعدها الامور تغيرت، الشكل تغير، التبديلات عملت لها شغل في الشوط الثاني، وحسيت انه حتى يعني بعد ما انتهى الشوط الاول وما سجل نهضه بركان قلت الامور قد حسمت بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي. حتى الجماهير الاهلاويه اللي حضرت المباراه سبحان الله كان في لقاءات كثيره بينه وبين مراسلين فالقناه، كانوا يتحدثون بثقه كبيره جدا انه الاهلي راح يفوز بهدفين مقابل لا شيء، وهذا اللي حقيقه صار. لكن في شغله انا لاحظت انه يعني سبحان الله الفرح ينشر. يعني احنا عندنا في الدوحه هذه الزياره الثانيه للاهلي، الدوحه بتنور مثل ما يقولون. يعني الكل يكون سعيد، الكل يكون فرحان بعد تتويج الاهلي، حاله من النشوه تكون حاضره، وتحس انه الكل اهلاوي في لحظه تواجد الاهلي. يعني بلغه المسرح بقى هحاول اقلدك شويه، يعني هي وجهة نظر تحترم، وفي النهاية لازم نقول لك سكة السلامة. أديك أثرت في المهندس علي. وأنا أقول لكم سكة العاشرة يا رب يا رب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا كابتن خالد. الله يخليك الله يخليك. شكرا ومتواصلين في الخير دايما إن شاء الله. شكرا جزيلا للمعلق البحريني المتألق خالد الحدي، واحد من المعلقين الحقيقة اللي ارتبطوا مع وجدان الجماهير بعفويه وصدق كبار جدا. لا راح لحته ما حدش غيره عملها الحقيقه. السوبر الحقيقه. يعني هو الافيه اللي عمله ده لا يكتب اسمه. وحتى تفاعله
في لحظه الميداليات وتتويج الكابتن خطيب بيها وهو بعفويه شديده جدا، والله انت اللي تتاجل دهب، والله انت اللي تتاجل بالدهب. طب هي دي العفويه. وشواري بيستاهل فاصل. نطلع على فاصل، وبعد الفاصل شهادات كتيره كمان تسعد الاهلاويه. اهلا بحضراتكم جديد. عايز اقول لكم في الفاصل مهندس عدي استقبل مكالمه عشان تشوفوا تاثير الاشقاء العرب في تعاطيهم مع حب الاهلي بالعمق ده. حاج تيسير الهواري، حاج تيسير الهواري واحد من الرموز الاهلاويه اللي لا يقارن ولا ينافس يعني. ومع هذا الراجل اتصل بالمهندس عدي قال له الراجل اللي انتوا جبتوه ده خالد الحدي اثبت لي ان انا مش اهلاوي، ان انا مش حاجه جنبه، لان انا مش قادر اعبر عن حبي للاهلي بالطريقه دي، امتناني للاهلي بالعمق الوجداني اللي الراجل بيتكلم بيه. بس هو ده النادي الاهلي يا حاج تيسير، هو ده النادي الاهلي من تاثيراته الكبيره على وجدان كل محبيه في الوطن العربي. اذا كان خالد الحدي المعلق البحرين المتالق في القنوات القطريه كان عنده كل هذا الحب للاهلي، فكان التقدير ايضا للاهلي في كل مكان. السفير السعودي السيد احمد عبد العزيز قطان، وده كان سفير السعوديه في القاهره لسنوات طويله وواحد من اعضاء النادي الاهلي المحبين قوي للنادي الاهلي. متربي في الاهلي. ودلوقتي وزير المملكه العربيه السعوديه لشؤون افريقيا. كتب تويته بيقول السيد احمد القطان: الف الف مبروك للنادي الاهلي المصري وجماهيره ولصديق العمر الكابتن محمود الخطيب بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقيه السابعه. وهو فوز مستحق، وهارد لك لنهضة بركان المغربي على الأداء المشرف، الأهلي بطل أفريقيا. ده السفير أو الوزير السعودي. الكاتب اليمني المتوهج في حب الأهلي صديقنا محمد العوالقي كتب لموقع توفا اليمني مقالة كبيرة جدا بعنوان سوبر زمانه. أخذ لكم بعض مقتطفاتها. إذا كان مدرب الأهلي بيتسو موسيماني قد أخمد بركان نهضة المغرب في الشوط الثاني ونجح في فك طلاسم خصمه في شوط المدربين، فهناك من خارج حدود الملعب من كان هو الملهم الذي فجر في اللاعبين عيونا ماؤها كالزلازل. وبيقول الكاتب اليمني: في اللحظة الفارقة التي طوق فيها لاعبو الأهلي عنق رئيسهم الكابتن الخلوق محمود الخطيب بميدالياتهم الذهبية في مسرح الملعب التحفة جاسم بن حمد، أدركت فعلا أن سر وتفاصيل انتصارات الأهلي في المباريات ذات الطابع الكبير تكمن بالفعل في تفاصيل إنسانية خاصة تكشف عن مدى الرابطة الكيميائية التي تجمع اللاعبين بإدارتهم روحا وانسجاما. أنا عمال أدور، عمال ألف، عمال أدور على كلمة تلخص المعنى. أيوه الكلمة دي. التفاصيل الروابط الإنسانية. أيوه هي بالظبط بتلخص المشهد، بيلخص العلاقات اللي موجودة داخل النادي الأهلي. يعني رئيس نادي مع لعيبة هم في هذه اللحظة شايفين إن الراجل ده عبر كل الحدود بالنسبة لهم إلى إنسان كان صادقا ومخلصا ومؤازرا وداعما، وبحجمه الكبير ده يستحق ان يتقال له شكر بالطريقه دي، ويستحق انه كمان الكابتن حفيظ دراجي، حفيظ دراجي المعلق الجزائري الكبير واحد من اشهر معلقي قناه البين سبورت، الحقيقه رايه في المباراه وفي تتويج الاهلي كان مهم في هذا السياق ان احنا نسمعه. من أصل 9 أيات هو التتويج 11 للكرة المصرية من أصل 15 نهائي في كأس السوبر، هو تتويج آخر. لو تعد التتويجات الأهلي لن يكفي الوقت لحسابها. لفتة طيبة هنا، كل الميداليات تمنح لرئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وأي رئيس وأي شخصية محترمة جدا لما كان لاعب محترم جدا. اليوم طبعا صورة معبرة رائعة جدا، صعب جدا انك توصفها او تعلق عليها او تعبر عليها، ان كل اللاعبين هكذا يقدرون هكذا رجل ويقدرون جهده ويقولون له انت صاحب كل هذه الميداليات ولسنا نحن.
أنت من تستحق كل هذه الميداليات ولست نحن، ومن خلالك النادي الأهلي، ومن خلالك جماهير الأهلي، ومن خلال كيان الأهلي لفتة ولا أروع. أنا لم يسبق لي وأن شاهدتها بهكذا شكل، أن كل لاعبي الأهلي يمنحون ميدالياتهم، عرقهم وعرق جبينهم طبعا لرئيسهم سيد محمود الخطيب الذي نحييه بألف تحية. طبعا كنت أتحدث عن الأهلي صاحب 9 تتويجات بدوري أبطال إفريقيا، 4 بكأس الكؤوس و1 بكأس الكاف و7 بكأس السوبر، 42 لقب دوري، 33 لقب كأس، 11 كأس السوبر في مصر. اللحظات الآن لحظات التتويج بكأس السوبر 29. الأهلي المصري صاحب التتويجات والألقاب وصاحب الـ 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 الأيام الـ الـ الصور الجميلة التي يصنعها بالنسبة لعشاقه وجماهيرنا. دائما نقول للإخوان في المصريين بالدرجة الأولى، أحيانا نغير ونحسد الأهلي المصري على جماهيره. منافسة عربية من قمم عربية في التعليق في الإعلام، كلها تشعرك بمدى الاحترام الذي يعني يكون هؤلاء العمالقة الحقيقة للنادي الأهلي، والتباري اللفظي كل واحد بطريقته. حتى شوف حفيظ درجي ويتحدث عن الأهلي وعن الكابتن محمود الخطيب وعن طبعا اللفتة الغير مسبوقة اللي بتصدر معاني قول ولا حرج على كل مستويات، وأعتقد أنها تبقى في ذاكرة التاريخ الكرة على مستوى العالم. الأهلي يقدم مثل هذا النموذج ويحظى بمثل هذا الاحترام، وهي دي صورة مصر وولاد مصر وأبطال مصر. وانت بتتوج وانت منتصر وانت متفوق، انت بتضرب المثل في القيم الإنسانية السليمة وفي السلوك الرياضي المنضبط وفي العلاقة الإنسانية المحترمة وفي الصدق، صدق المشاعر، انضباط في مشاعر، في سجود لله سبحانه وتعالى، في امتنان للعيبة. لا لحظة فيها تفاصيل إنسانية زي ما قال محمد العوالقي كتير جدا، لعلها بتختزل أسرار وأسباب تفوق الأهلي. أيوة. تاريخيا هذه الكيمياء الإنسانية الكبيرة اللي كمان سجل رأيه فيها بحب شديد جدا الكابتن ونجم المنتخب العراقي والمحلل الرياضي المتألق في قناة عجمان الكابتن ميثم عادل، نسمعه. النادي الأهلي رسم أجمل لوحة في ملعب السد بالدوحة، واستطاع المارد الأحمر أن يهزم نهضة بركان على المستطيل الأخضر. طبعا موسيماني هذا الرجل اللي دائما ما كان يتحمل الانتقاد، الرجل المحترم اللي دائما ما كان يتعامل مع الانتقادات بصدر رحب وبكل أريحية ويتقبلها ويتعلم منها، هذا الرجل يختلف عن كل المدربين اللي يمكن أنا شاهدتهم في الفترة الماضية على أقل تقدير. عندما رأى الخطأ رأسا قام بحل هذا الخطأ، عندما قام بتغييرين أحدثت ثورة عارمة في المباراة. من أهم أسباب نجاح فريق النادي الأهلي هي قدرة موسيماني على التعامل مع مثل هذا النوع من المباراة. موسيماني رجل يعرف ما يريد من المباراة، من النواحي البدنية، من النواحي الفنية، من كل النواحي اللي يمكن الفريق يستطيع فيها أن يكون قوي، يستطيع فيها أن يكون مهيمن على المباراة، بحيث أن اللاعبين عندما يمتلكون المهارة والسرعة يحتاجون مساحة، لأن غلق المساحات يقضي على خطوراتهم، وبالتالي هو استطاع من خلال التغييرات أن يفتح هذه المساحات، لأنه عمل على الإمكانيات الموجودة، الإمكانيات التي تسمح بتطبيق هذه الأساليب، والتي يعرفون اللاعبين كيف يطورون أنفسهم ليعوضوا ما ينقصهم في أجزاء معينة من المباراة. لأن فلسفة موسيمان الخاصة هي تفرض عليه ستايل لعب مختلف حتى لو كانت الطريقة واحدة. هذا قيمة موسيماني. التكتيك طبعا اللي يلعب به هو معروف لدى اللاعبين، معروف لدى الكثيرين، معروف لدى الإعلام، لكن تطبيق على أرض الملعب بأقدام اللاعبين اللي هم من يستطيعون أن ينتشلوا هذا. اليوم طبعا الأهلي كتب التاريخ وصنع التاريخ، وأنا أقول أن النادي الأهلي هو التاريخ نفسه، فمبروك للنادي الأهلي على هذا الفوز الكبير. طيب ميثم عادل رأيه مهم في الناحية الفنية، ليه؟ لأنه كان لاعب ومدرب الآن،
ومحلل وناقد. إذن هي رؤية فنية. والحقيقة تقديره لمستر موسيماني أنه رجل قارئ للمباريات. هو موسيماني لو استدرج أنه يلعب كورة ويبحث عن السيطرة ويبحث عن فريقه هيستهلكه في اللحظات اللي المطلوبة منه أن يحسم المباراة، ربما يكون مش قادر على تنفيذ هذا. ولذلك عندما يعني أنا رأيي يا أستاذ إبراهيم، هو عارف أن متوسط السن كبيرة في نادي بركان، فهدى اللعب معاه الشوط الأولاني خلاه يبذل كل الطاقة وراح ضاغط عليه بتغييرات في تتسم بالسرعة وتتسم بالحيوية، واستطاع أن يسود الشوط الثاني وأن ينهيه لصالحه. هو رجل يعرف كيف يفوز بالمباريات والألقاب، وده رأي واحد بخبرة ميسم عادل. طيب بهذا التتويج الأهلي راح فين؟ عشان تشوفوا الأشقاء العرب وهم بيتغنوا بالأهلي، الناس دي متابعة كويس وبتقرأ كويس وبرؤيتها كمان مختلفة، لا فيها لا نفسانة ولا فيها لا حقد ولا فيها لا كل المشاعر السلبية بتاعت اللي بالي بالك، مش موجودة عند الناس دي خالص. شايفين الأهلي كنموذج رياضي محترم جدا بيقدم قيم كتيرة، لكن على المستوى الرياضي وعلى المستوى الكروي الأهلي بهذا التتويج بيضغط على مين؟ بيضغط على ريال مدريد. شوفوا جمهور الأهلي من حقه يزهو ويفخر ويسعد بناديه إلى أي حد. الجدول اللي هتشوفوه دلوقتي ده ترتيب أندية العالم في حصد البطولات القارية والدولية. النادي الأهلي بهذا التتويج السوبر بقى عنده 22 لقب، لا يسبقه غير ريال مدريد على مستوى العالم ب 26 لقب. يعني بإذن الله بطولتين بالسوبر بتوعهم الأهلي يسترد زعامة أندية العالم. بس برضو هرجع تاني أقول ده منذ نشأة هذه الأندية، ده تاريخيا. أنا عايز بقى الجدول كده، احنا نقدم حاجة في القرن ال21 الترتيب ده. طيب الترتيب اللي انا عرضته لحضراتكم، شوفوا الاهلي بيسبق مين بال 22 بطوله. بعد منه اندبندنت الارجنتيني 18، الاي سي ميلان 18، بوكا جونيورز الارجنتيني 18، برشلونه 17، ليفربول 14، بايرن ميونخ 13، الزمالك 13، ريفر بليت الارجنتيني 12، ساو باولو البرازيل 12، اياكس الهولندي 11، مازيمبي الكونغولي 11، كلاب امريكا 10، ويلي فونتس 10. اذا الاهلي تاني عظماء العالم حصدا للالقاب منذ ان لعبت كره القدم على المستويات القاريه والدوليه. ده النادي الاهلي. ان شاء الله تعالى بمزيد من الشغل الصح، بمزيد من الدعم، بمزيد من هذه الثقه، باذن الله خلال سنتين توصل العشرة والسوبر بتوعها باذن الله. مهمين جدا جدا جدا، لان كمان ريال مدريد السنه الجايه مش هيلعب بالظبط. فيستمر زحف الاهلي وضغطه على ريال مدريد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كتير في لحظه السوبر. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا قد ايه هذا التفاعل العربي من قبل الاشقاء مع هذه الفرحه العابره للحدود، وقيمه الاهلي وفرحه الاهلي وإحساس الناس بانتصارات الأهلي ومعناها كصانع للسعادة. لكن كمان لما نلاقي المردود هنا في مصر على مستوى الزملاء مقدمي برامج التوك شو، مهما كانت الأحداث العامة اللي موجودة يبقى تتويج الأهلي حدث مهم جدا عند الكثيرين منهم. منهم الأستاذ تامر أمين اللي عاد، ونقول له العودة أحمد إن شاء الله ومزيد من التألق. تامر أمين في لقطة للتاريخ. أما عن الخطيب فحدث ولا حرج. لقطة للتاريخ لأنها تحدث لأول مرة في التاريخ. أول مرة في تاريخ كرة القدم لعيبة فرقة تهدي ميدالياتها لرئيس النادي. بيبو أسطورة الأهلي الحية ورئيس النادي الأهلي، الأدب الذي يمشي على قدمين، الاحترام الذي يمشي على قدمين، الانتماء للأهلي كما يمشي على قدمين. هو ده محمود الخطيب في سطور قليلة. الاحترام يمشي على قدمين،
والأدب والأخلاق والانتماء لقلعة اسمها الأهلي بمبادئها وروحها وروح الفانيلا الحمراء. اللي حصل من لعبة الأهلي امبارح يدل على ان احنا في البيت زي ما قلت لكم، ومحمود الخطيب هو رب البيت الأهلاوي، ولعبة الأهلي بيقولوا له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليك، عشان كده انت اللي تستاهل الميداليات. الرسالة اللي ما اتقالتش من لعبة الأهلي وهم بيلبسوا الخطيب امبارح الميداليات بتاعتهم، عايزين يقولوا له كده: انت السند واحنا السبب. وانا بقول له بالفم المليان: انت مش بس تستحق الميداليات الكتير اللي طوقت عنقك امبارح حبيبه، لا انت كمان تستحق احترام وتقدير وحب الملايين حتى من غير الأهلوية. بجد انا وانا بنتمي للبيت الأهلاوي حاسس ان انا كده في بيت فرحة وبيت بطولات وبيت امجاد. عارفين هو البيت الأهلاوي ده هو بيت العز، فاكرين بيت العز؟ ايوه انا واحد من افراد بيت العز الأهلاوي. دام الأهلي صانعا لسعادة جمهوره. بيت العز يا أهلي، حقيقة حقيقة أنت بتتلكك عشان تقابل حد بره يعرف أنك أهلاوي، عشان تشوف معاني الاحترام والتقدير والفرحة والبهجة اللي اسم الأهلي بيبعثها. الأهلي هو سفير الرياضة، سفير الاحترام، سفير المعاني السامية اللي عايزين أولادنا الصغيرين كلهم يتشربوها، مش الكلام، ويتشرفوها كمان. مؤكد احنا بنتشرف بانتمائنا، بنتشرف باللي بنتعلمه كل يوم من النادي الاهلي. صحيح. يعني النهارده اللعيبه علمتنا ايه؟ اللعيبه اللي عمالين ندي مهما قلت وعدت، لا اللقطه دي ملهمه، التاريخ زي ما تامر ملهمه وبتعلم. صحيح. يعني ما تجيش على بال حد. ولذلك بقول لك كابتن خطيب مهما كرم انا متاكد لم يشعر هذا الشعور اللي شعره وهو بيقلد هذه الميداليات بهذه التلقائيه. يا رب الاهلي يكمل كده، ويا رب نسر الاهلي يحلق وعلى ظهره الغربان التي تنقر دون تاثير لتموت في العلا. طيب اذا كان تامر امين واحد من ولاد بيت العز زي ما قال وله كل السعادة والشرف والفخر، هنلاقي على الجانب الآخر لما تغير المحطة واحد مش أهلاوي، بل بالعكس هو بيجاهر دايما وأبدا بخفة ظل إنه بيتحمل كل النتائج اللي بيحققها ناديه. الزميل عمرو أديب كيف رأى تتويج الأهلي السوبر؟ تهنئة من القلب للنادي الأهلي لتحقيق اللقب السابع، السوبر السابع. اليوم النادي الأهلي عمل مباراة عظيمة. أنا بصراحة كنت اتفرجت على الشوط الأول وما كنتش متفائل خالص، وكنت خايف كان بيلعب قدام فريق البركان المغربي، ولكن النادي الأهلي قدر يتماسك في الشوط الثاني، وشريف جاب جون من مركز عماد متعب. الولد ده مكسب للنادي الأهلي، مكسب حقيقة يعني. شريف وطاهر كمان وكل لعيبة الأهلي النهاردة كانوا رجال، وكان في موقف اللي احنا شايفينه النهاردة، لو سمحت نرجع الصورة اللي ورا، ان كل اللعيبة وهي طالعة على منصة التتويج كانت بتقلع الميدالية بتاعتها وتلبسها للأسطورة محمود الخطيب. طيب اعرفوها بقى تاني، الشوط الأول والشوط الثاني والفترات والكلام. على طريقة كلاي: الأهلي يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحل. هو شايف موسيماني إن الطريقة دي اللي تناسب الأجواء الإرهاق والإصابات وعدم الاستقرار على تشكيل ثابت، وإنه بيلاعب فرقة عارف إمتى هيقدر ينقض عليها ويخلص الليلة. أستاذ عمرو دايما معانا وتشاركنا أفراحنا يا أستاذ عمرو. طيب ده نجوم التوك شو العام، نجوم التوك شو الرياضي بقى. الزميل الكابتن سيف زاهر شاف اللحظة الاستثنائية دي ازاي. محمود الخطيب أخذ اللقطة اللي يستحقها. الكابتن محمود الخطيب أخذ اللقطة اللي يستحقها.
بيبو أخذ اللقطة اللي استحقها. اللقطة الأخيرة هي أحلى لقطة، كل اللعيبة بتدي الكابتن محمود الخطيب الميدالية. اللقطة دي ربنا بيكافئوا فيها. اوعوا تفتكروا ان ده تنظيم بشر، يعني اوعوا تفتكروا ان ده حاجة مثلا اتظبطت اللعيبة قعدت مع بعض. ده إحساس داخلي لواحد واقف على باب الأوتيل وإحنا نازلين، واقف على باب الأوتيل وإحنا خارجين، بيسلم على واحد واحد، واقف على باب الطيارة. هو في الآخر محمود الخطيب بيبو أسطورة أفريقيا، مش من السهل إنه يعمل كده، ولكن هو عايز يصدر مشهد للعيبة. عايز يصدر مشهد للعيبة، عايز يقول لهم العلاقة بيننا مش رئيس ولاعب، العلاقة بيننا أب وابنه. كل أناء ينضح بما فيه. يعني لابد أن إناء الأهلي ينضح هذا العسل. هذه السلوكيات وهذه التصرفات كل قياداته وكل لعبته وكل إدارته متسقة مع بعضها ماشية على نغمة واحدة. والنشاز تبص تلاقي سبحان الله زي الجسم ما بيلفظ، الجسم الغريب كده منه. لا مكان لأحد نشاز في النادي الأهلي، غصب عنه ما بيستحملش النادي الأهلي. ولا يبقى غير هؤلاء الرجال العظام اللي احنا بنتعلم منهم كل يوم، لعيبة، جماهير، أعضاء، قيادات. بنقول كمان للزميل العزيز إبراهيم فايق حمد الله على السلامة وسلامتك من أي مكروه، عانى من ظروف صحية، غاب شوية لكن لما رجع على وش السوبر، فكان رأيه مهم. اللقطة الحلوة اللي عجبتني النهاردة وإن جاز التعبير أقدر أقول عليها هي لقطة رد الجميل، هي لقطة لعيبة النادي الأهلي وهي بتقول للكابتن محمود الخطيب شكرا، وتكريم مختلف، تكريم في تقدير لعطاء هذا الرجل الخلوق المحترم لسنوات طويلة. يعني مش هتعرف تعدي اللقطة دي عادي انه لعيبة النادي الأهلي تاخد الميداليات وتطوق بيها عنق الكابتن محمود الخطيب. ده مش هيحصل إلا إذا كان في قناعة بالشخصية دي، في قناعة. يعني في قناعة عن إيه؟ يعني الرصيد، الاسم، التاريخ، الرمز، الاستمرارية في العطاء، إنه متواجد مع الفرقة على طول وباستمرار رغم متعبه أحيانا كتير، رغم مشاغله أحيانا كتير، لكنه حريص على ده رغم الضغوط اللي موجودة. والأهلي مر بفترات صعبة على المستوى الكروي، فترات صعبة جدا، ولكنه في النهاية نجح أن يصل إلى مبتغاه. وهو إيه مبتغى النادي الأهلي غير إرضاء جماهيره بالوقوف دائما وأبدا على منصات التتويج؟ هل في حاجة تانية يسعى إليها النادي الأهلي؟ النادي الأهلي يكد ويشتغل ويعمل باستمرار ليه؟ إرضاء جماهيره، وده اللي احنا شفناه النهاردة، لقطة لعيبة النادي الأهلي وهي بتقول للكابتن محمود الخطيب شكرا. يعني الكل الناس لن تتوقف عند اللقطة دي حقيقي، يعني هي حاجة من الحاجات اللي خلاص هتبقى تاريخ يتوقف أمامها واستلم دروسها وتصدره. ده المهم استلهام الدروس منها، لأن فيها دروس كتيرة جدا في العرفان والامتنان والتقدير والإحساس بما تحمل المسؤول. أعتقد حضراتكم كلكم كابتن الخطيب تحمل قد إيه من الإزاءات والإساءات والتطولات والتجاوزات أستاذ إبراهيم كتير، وترفع البسيطة العبقرية العميقة المؤثرة، تصرف ولا مليون كلمة ولا مليون بيت شعر ولا مليون تترجم اللي حصل، تترجم اللي حصل. وده اللي خلى صديقنا العزيز مهيب عبد الهادي في الام بي سي يقول لك ما تخافش وانت بتراهن على الاهلي. نسمعه. وانا عايز اقول للناس اللي بتراهن على النادي الاهلي ما تخافش، الناس اللي اتخضت في الشوط الاولاني وقعدت تتكلم على الاداء، الماتشات دي مش بتاعه اداء، الماتشات دي بتتلعب عشان تكسب ولا تلعب. فمبروك للاهلاويه،
بعد التسعة زي ما قلت لكم، السبعة في السوبر. موسيماني ممكن يكون أداء الفريق مش مقنع للناس كتيرة جدا، لكن بالتأكيد في وجود الجنوب أفريقيا دولاب بطولات الأهلي يعني مقتنع ومبسوط بأربع بطولات في أقل من 8 شهور. النهاردة الأهلي بيدينا والله الكلام على الأهلي، الكلام على الأهلي يعني مش عارف أقول لكم إيه. حاجة تفرح، جماهيره فرحانة بيه، حاجة تشرف. الأهلي مشرفنا في كل حتة، الأهلي تراهن عليه زي ما قلت، اللي يراهن على الأهلي ما يخسرش، اللي يراهن على الأهلي يكسب. الأهلي فريق كبير، فريق عظيم بجد، حاجة تفرح الناس اللي فرحانة دي في كل بلد بيروح على النادي الأهلي. الشوط الأولاني الأداء ما طبيعي، بس بيكسب، بيعرف يكسب، بيعرف يخلص. هي دي قيمة الفرق الكبيرة، قيمة الفرق اللي بتنافس دايما على بطولات. اصبروا شويه، عشان كده يمكن انا حتى لما اتكلمت بعد او بين الشوطين المباراه، مش الماتشات دي ماتشات التحليل بقى اللي انت تقعد في استوديو التحليل وتقول الشوط الاولاني والشوط الثاني، لا، الماتشات دي بتاعت مباراه واحده، يعني تنزل تكسب وتمشي. الاهلي معلم اخطف واجري، ودي حاجه كبيره، ودي سمات الكبار دايما. كلمة تكسب ولا تلعب أنا عارف الغرض منها، يعني ممكن يكون غرض مش خبيث يعني، لكن هو مش صح. هو بتلعب، هي بتلعب عشان تكسب، لكن مش بالمعنى اللي تتلعب للإمتاع لمجرد الجمالي. ولذلك أنا بقولك إذا استدرجت إنك تستعرض قوتك على اللي قدامك ممكن يستهلكك، ممكن يخلص هو عليك. وكل المباريات اللي خسرها النادي الأهلي هي المباريات التي حاول أن يظهر سطوته على الفريق المنافس، فاللدغة كانت بهجمة مرتدة أو في لحظة ما كانش معمول حسابها من كرة ثابتة، والسيطرة والهيمنة بتبقى للنادي الأهلي. فأنا هي لا تكسب، تلعب لتكسب، تلعب لتكسب لتكسب، مش تلعب بالطريقة التكتيكية اللي تخدم الهدف. أنا هو الراجل عارف ظروف فرقته، هلعب كده. الناس دي تاني هتستهلك في في ال 45 دقيقة الأولى، لكن حقدي على خطورتها، لازم يكون ده هدفه. مش معنى كده إنه يسيبهم يشكلوا خطورة. لكن مش معقولة فرقة هتقعد 90 دقيقة ما تشوتش على الشناوي يطلع كورة ولا غلطة لمدافع، لازم هيحصل على مستوى كل الفرق الكبرى. ولكن موسيماني عارف هو عايز ايه من كل مباراه، وبيحقق الاهداف. واعتقد ان جمهورنا اول ناس لازم بقى يفهموا هذا الكلام. وجزء منهم اذا كنتوا يا جماعه خايفين قوي اثناء المباراه، ما تكتبوش حاجه وانتوا بتتفرجوا، ما تكتبوش حاجه. انتوا بتدوا لغيركم سلاح يعني يشوه انتصاراتكم ويذهب باخفاقاته، انتوا بتدوا له السبب ده، فتنبهوا شويه بقى. تستمر الشهادات، شهادات الفرحه والامتنان والتقدير لقيمه ما انجزه الاهلي، ولكن بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي فعلا، ما دام الاهلي بيقدم هذه النماذج المخلصه جدا، ما دام الاهلي حوله كل هؤلاء الرجال اللي بيتفانوا في العطاء، واللعيبه اللي بتشعر بهذا بكل امتنان لهذه القيم وهذه الرموز، وللجمهور اللي بيحتضن كل هذه المعاني الانسانيه الكبيره، يبقى فعلا ما تخافش على الاهلي. طبعا. طيب احنا استعرضنا هذه الفرحه العابره للحدود، وشفنا اراء عدد كبير من النجوم والمعلقين والرياضيين العرب، وشفنا نجوم التوك شو السياسي، وشفنا نجوم التوك شو الرياضي، لكن ابناء البيت، ولاد بيت العز على راي تامر امين في تعبير دقيق الحقيقه، رايهم ايه في اللي حصل؟ كابتن احمد شوبير في اداء موسيماني نشوفه. الاهلي وكفى، تقول كلمه الاهلي وبس. النادي الاهلي لا يقف امامه شيء، عارفين ليه؟ لانه النادي الاهلي، لانه النادي اللي عنده دستور وعنده مبادئ وعنده قيم وعنده اخلاقيات. كتير جدا دايما يسالوني يعني ايه قيم؟ يعني ايه مبادئ؟ يعني اللي انت بتشوفه في النهايه، يعني انتصار، يعني بطوله،
يعني حتى لما يطلع خسران على طول بيطوي الصفحه، ما بيجي لا يجيد فن الحجج او المظلوميات، ولكن العمل والبناء من اجل القادم. ده النادي بتاع الطموح، اللي عايز طموح، اللي عايز بطولات، اللي عايز انتصارات، اللي عايز يصنع تاريخ. اهلا بيك في مدرسه النادي الاهلي. الاهلي هو المدرسه الحقيقيه لمعنى الاداره الرياضيه. من زمان، من زمان جدا، مش من اليومين دول، ولكن هذه الانتصارات قد تصل الى العظمه والى القمه، مثلما حدث مع صالح سليم، حسن حمدي، والان مع محمود الخطيب. ليله سوبر بجد، ليله بطعم ولون وروح الفانيلا الحمراء. الاهلي اللي بيعمل ملحمه جديده بيرسم بها البسمه والفرحه على وجوه العشرات والملايين، لانه صانع السعاده، لانه صانع البهجه. حضرتك شفت ان النادي الاهلي تاثر برحيل لاعب؟ ابدا. حضرتك شفت ان النادي الاهلي خسر برحيل مدرب؟ ابدا. الاهلي كمان دايما بيخرج عن الاطار، يوم جاي مفاجئك يجيب لك ساحر جميل كروي رائع اسمه بيتسو موسيماني، كسبان كل الرهانات وهجوم وضغط، ولكنه رجل عرف ما هو النادي الاهلي، ورغم بعضا من الهجوم الا ان الراجل بهدوء وبثقه وبعمل بينجح حتى هذه اللحظه في حصد كل البطولات. واليوم الاهلي هو بطل السوبر الافريقي. الاهلي هو الطموح، يا من تبحث عن الطموح. شفت الاهلي فين؟ الاهلي وكفى، كما قالها الكابتن احمد شوبير. لكن انتوا بتحاسبوا موسيماني على ايه؟ ده تساؤل امير الموهوبين ونجم المحللين حاليا وليد صلاح الدين. في حاجه اسمها معايير تقييم المدرب. نعم. ومعايير تقييم اللاعب. مش عايزين نمشي طول الموسم حبه فوق وحبه تحت. الفرقه تعمل مباراه وحشه، موسيماني ده وحش ويروح ولازم يمشي. المباراه اللي بعديها تبقى حلوه، لا موسيماني حلو. احنا كده عمرنا ما هنعرف نقيم. انت عندك معايير تقدر تحدد عليها المدرب ده مدرب كويس ولا مدرب مش كويس. نعم. اللعيب ده لعيب كويس ولا لعيب مش كويس. نعم. على هذا الاساس انت النهارده بتحاسب مستر موسيماني على ايه؟ الكوره في العالم كله نتائج. أي. واداء. يعني انت لو هربانه منك النتائج شويه بتبص لاداء الفرقه. نعم. اداء الفرقه اداء حلو وبيتطور، يبقى انت النتائج هتخدمك والتوفيق. نعم. هيجيلك. نعم. لكن لو انت نتائجك وحشه وادائك وحش يبقى المدرب ده فيه مشكله. صحيح. وعندنا امثله كتير بس. نعم. يعني بدون ذكر اسماء حتى في العالم كله. نعم. انت النهارده ادائك متذبذب لاسباب معينه، ورامي ربيعه عجبني جدا في كلامه. كلامه منظم. نعم. وهادي وبيتكلم 10 على 10. يا جماعه احنا بنلعب في بطولات كتير، احنا بنطلع من بطوله على بطوله. صحيح. مش من مباراه على مباراه، من بطوله, من بطولة على بطوله. والمشكله. نعم. ان احنا مطالبين بالفوز بكل البطولات. كل المباريات وكل البطولات. قدرك انك هتخش في كل البطولات، الجماهير هتطلب منك ان انت تاخدها. فمش ممكن، مفيش فريق في العالم. وقالها مين اللي قال؟ لو عايزين مستر فايلر متهيألي، لو عايزين فرقه بتكسب كل المباريات وبتلعب حلو قوي روحوا العبوا بلاي ستيشن. الكوره يا جماعه، الناس دي او اللعيبه دي بشر. الراجل احنا ما بنقولش هو خد 5 بطولات من 8. نعم. او خد 5 من 9. الراجل خد كل البطولات اللي دخل فيها. اذا الكابتن وليد صلاح الدين، انتوا بتحاسبوا موسيماني ازاي؟ ايه المعيار اللي بتحاسبوا بيه؟ لكن كمان الصخره وائل جمعه، واحد من نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي، رايه مهم في بين سبورت. الاهلي تعودنا منه يكتب تاريخ، يسجل ارقام قياسيه، وهو نفسه يحطم الارقام القياسيه. الاهلي دايما بيكتب ويغير التاريخ يا مهند. النادي الاهلي بيلعب بشخصيته، بيلعب باسمه، وبيلعب بتاريخه الكبير جدا،
ما كانش موجود الشوط الاول للسلبيات الكتير اللي اتكلمنا عليها، الغياب الهجومي للعيبه اللي في خط الهجوم، كل ده اتغير الشوط الثاني لما حصل هدوء بعض الشيء للعيبه، بداوا يلعبوا كوره على الارض، بداوا يتحركوا يقربوا من بعض اكتر، بدا تظهر مساحات مع الاندفاع البدني اللي حصل لعيبه بركان، والنقطه البدنيه دي اثرت عليهم جدا الشوط الثاني. النهارده اللي فرق مع النادي الاهلي دكه البدلاء يا مهند، اللعيبه اللي نزلت كلها عملت اضافه ممتازه واضافه جيده جدا، واي واحد كان هينزل كان هيبقى ليه الدور ده وليه التأثير ده، فالفريق يمتلك عناصر مميزة جدا. النادي الأهلي يمتلك الشخصية، يمتلك القدرات، يمتلك اللاعبين، لابد من التحسن ممكن يعني يكون أفضل الذهني بالضبط، هي دي النقطة، التحسن الذهني وهذا شغل جهاز فني. الشخصية موجودة يا مهند واللاعبين موجودين 100%. أنا متفق معاه 100%. أبتدي من الآخر، كابتن وائل جمعة لخص، هو من يكتب التاريخ هو من يغيره، وهو من يملك العناصر التي تستطيع أن تحقق ذلك. يسجل رقم قياسي ويزعل تكسيره. ده ملخص. سيبك بقى من السرد بتاع المباراة. إيه اللي حصل في أول شوط، إيه اللي حصل في تاني شوط، الكلام ده. لكن هو ده ملخص يعني عجبني. هرجع بقى كده بطريقة الفلاش باك. الكابتن الوديد بيقول لك أنا ما بحبش مسألة التقييم باللحظة بالمباراة سواء للمدرب أو اللاعب، ولكن لابد أن يكون هناك معايير، معايير للنجاح، معايير للأداء. في الآخر الأهداف بتتحقق ولا ما بتتحققش؟ ده كلام صح. ومفيش فرقة في العالم تقدر تاخد منها طول الوقت المتعة، الأداء، الفاني والنتائج. والنتائج لازم يحصل. هو فكرنا بكلام فايلر، قال لك روح العبوا بلاي ستيشن. مش ناس كتير بتقول هذا الكلام. اللي عايز المتعه المستمره يروح يشوفها في حاجات تانية مش واقعيه. لان طالما ان في بشر، والبشر على فكره يا جماعه يا اهلاويه يا جمال، ما يحدث للاهلي حدث لليفربول والريال مدريد والبرشلونه وحتى باريس سان جيرمان. شوف تكس. كل الناس اشتكت من الارهاق، كل الناس اشتكت. طيب المان سيتي انت شفت مع تشيلسي فين الاداء وفين المتعه؟ الفرقتين صحيح، واخد بالك؟ لان خلاص انت وصلت لاخر اللحظات من الارهاق. الكابتن شوبير بقى، نادي الاهلي ونادي الطموح الحقيقي والتاريخ الحقيقي وليس نادي الحجج والمظلوميات. النادي الاهلي هو مدرسه حقيقيه للاداره من خلال مبادئه، لا يتأثر برحيل موسيماني وصورته في مدرجات الجماهير، لا يتأثر برحيل أحد سواء اللاعب أو مدرب أو أي أحد، لا يتأثر بأي متغيرات. وموسيماني هو الرهان الكسبان تملي. الصورة اللي فاتت أنت شلتها ليه؟ ما أنا هعلق عليه، أنا هعلق على الصورة. الصورة دي أنا ليه طلبتها؟ لان كل الكلام اللي قالوه العظماء اللي جبناهم من شويه عرب او مصريين اتكلموا في ضوء النتيجه. الاشادات في ضوء النتيجه. لكن هذا الجمهور الذي يحرم منه النادي الاهلي في اول سانحه له، قدر ان الراجل ده تعرض له في جنوب افريقيا، قدر مواقفه عندما اعتذر عن تدريب المنتخب وتمسك بالنادي الاهلي، وحط له الصوره دي بيقول له احنا معاك ومقدرينك وشايفينك وبنحبك ومقتنعين بيك. ودي رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه، في الدوحه ليهم كل التحيه والشكر. فموسيماني نزل شاف الشيء اللي كان جاي مصر بيحلم بيه، وكان بيصور وهو في جنوب افريقيا بيصور الجماهير بتليفون المحمول في اللقطه الشهيره. زي ما قلنا ان الكابتن الخطيب يشعر بقيمه اللحظه، بتاعت انه بيلبس الميداليات من اللعيبه، اعتقد الصوره دي كان لها تاثير السحر على مستر موسيماني وبترجم حاجات كثيره جدا. وعلى ذكر موسيماني ومعاونيه، بنشاطر كابتن سامي قمصان العزاء لوفاه والدته. كابتن سامي قمصان مدرب الفريق تولى يعني او تلقى خبر وفاه والدته اثناء وجوده في الدوحه،
ونزل ولحق بمراسم تشييع الجنازة الكابتن سامي كل التعازي وللفقيدة، خلص الدعاء بالرحمة. كما فقد أيضا جونيور أجاي النيجيري نجم النادي الأهلي والدة زوجته، مش كده؟ حد حمد عزيز علي يا حمد، تغمد الله الجميع بواسع رحمته. لكن زي ما قلنا لكم كل اللي حصل ده يأكد لكم مقولة واحدة لخصها وعبر عنها الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي لما كتب وأبدع زين النوادي وغنى عن دليب الأهلي عبد الحليم حافظ ولحن محمد الموجي واحدة من قصائد الأهلي التاريخية ليبقى الأهلي دائما وأبدا زين النوادي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير يا جمهور زين النوادي.